السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حمدي من Creative Group. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن Area Light وعرفنا بنقدر نستخدمه ازاي، وكمان اتكلمنا على البارامترز اللي خاصة بيه، واخدنا زي تاسك بسيط عبارة عن أوضة 5×7 فيها شباكين في اتجاه الضلع الكبير اللي هو 7. في الفيديو ده هنبتدي نعمل الأوضة دي أو هنبتدي نعمل التاسك ده. اول حاجة هنعملها هنتأكد ان الارنود ريندر انجن هو اللي انا هعمل عليه الريندر، فبالتالي هضغط على ريندر سيت اب من فوق كده وهتأكد ان انا عامل ريندر يوزنج ارنولد ريندر. تاني حاجة هعملها هتأكد من الوحدات بتاعتي، فبالتالي هضغط على الراجل اللي بيجري من تحت ده واقول له بريفرنس، ومن بريفرنس هقول له دخلني على سيتنج، ومن سيتنج هحول الوحدات بتاعتي بالميتر لان انا بفضل ان انا اشتغل بالمتر في البروجكت ده، وهقول له سيف. بعد كده هبتدي اعمل البيز بتاع الارضيه بتاعتي او الارضيه بتاعت الاوضه بتاعتي، هتبقى عباره عن بوكس، وهبتدي اضغط كنترول تي واقول له ان ابعاد البوكس ده 5. الهايت بتاع الارضيه مش هيفرق معايا لان انا بعمل مشهد انتريور، وهبتدي اقول له الدبس خليه لي 7. بعد كده همسك الاوبجكت بتاعي واقول له فيس، ومن فيس هبتدي امسك الفيس اللي من فوق واقول له كنترول اي واقول له اعمل لي اوفست لجوه عشان اعمل محدد للحوائط. بعد كده هبتدي اعلم على الحوائط بتاعتي بالشكل ده دبل كليك واقول له اعمل لي الحوائط دي كنترول اي اللي هو اكسترود، وابتدي اقول له اعمل لي لوكال زد 2.7 اللي هو على اساس الكود المصري ارتفاع الحوائط بيبقى في حدود 2.7 متر. بعد كده هبتدي اعلم على الايدجز اللي انا هحدد فيها فتحة الشباك زي كده بالطريقة دي، وابتدي اقول له افتح لي الموديلنج تول كيت واعمل لي ليهم كونكت. هضغط ميدل كليك في اي حته فاضيه وابتدي اسحب في اتجاه اليمين شويه واحدد ان انا محتاج 4 سيجمنتس وادوس انتر. بعد كده هعلم على نفس السيجمنتس مره تانية، وبعد كده اقول له جي، اول هو الجي بالنسبه لي هو الريبيت لاست اوردر. لو الجي ما اشتغلش معاك او الريبيت لاست اوردر ما اشتغلش معاك، كل اللي انت هتعمله ان انت هترجع تعمل كونكت مره تانية، وابتدي اسحب لاتجاه الشمال او اضغط ميدل كليك واسحب لاتجاه الشمال عشان يقلل من عدد السيجمنت. لو مش حابب تستخدم الطريقه دي في الكونكت او تحت كلمه كونكت هتلاقي كاتب لك عدد السيجمنتس ايه بالظبط، ممكن تكتبها بشكل مانيوال. بعد كده هبتدي اضغط رايت كليك وابتدي اختار الفيسز بتاعتي واقول له اعمل لي ليها بريدج، وبكده انا قدرت افتح الفتحه بتاعه الشباك بتاعي واعلم على الفيس من الناحيه الثانيه واقول له بريدج، وبكده انا فتحت الشبابيك بتاعتي. دلوقتي ممكن الجا لحاجه زي التوب فيو واكبر كده التوب فيو وابتدي اقول له ان انا عايز اتعامل مع الفيرتكس، هضغط رايت كليك واختار الفيرتكس دي وابتدي اقول له اعمل لي ليها سكيل في اتجاه الزد عشان اساوي او عشان الفيرتكس ده يبقى ماشي مع الفيرتكس ده بالشكل ده. طبعا انا هعمل كده على كل الفيرتكس. بعد كده كل اللي هعمله ان انا عايز اقفل المشهد بتاعي ببوكس كده من فوق. اولا في الاول كده قبل ما اتكلم على المشهد بتاعي هبتدي اقول له وريني واير فريم اون شيد عشان ابقى شايف تفاصيل المشهد كده وانا شغال. لو انا جيت عملت بوكس بطريقه مباشره هينزل لي البوكس بتاعي في نص المشهد، لكن انا مش عايز اعمل كده، انا عايز ادخل على كرييت، ومن كرييت ابتدي اقول له بوليجون وابتدي اقول له انتر اكتف كريشن، وبكده لو عملت بوكس هقدر اعمل البوكس بتاعي بشكل مانوال. فبالتالي انا عايز اخلي البوكس بتاعي على طرف الفيرتكس ده، فبالتالي هشغل السناب تو فيرتكس من فوق، يا اما هضغط حرف الفي، ومجرد ما هضغط حرف الفي هلاقي نفسي قادر اعمل البوكس على قد الاوضه بالظبط. دلوقتي بيقول لي دراج تو سيت هايت، هبتدي ادوس كليك على البوكس بتاعي وارفعه لفوق كده شويه عشان ادي سمك للحيطه، وبكده هبقى خلصت الكتله بتاعتي عموما. ممكن كمان اقول له واير فريم اون شيدد في البروسبكتيف فيو عشان تبقى الكتله بتاعتي اوضح. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي اضيف الكاميرا بتاعتي. من كرييت هبتدي اقول له كاميراز، ومن كاميراز هقول له كاميرا. هلاحظ ان هو ضاف لي كاميرا لكن حجمها صغير جدا زي ما احنا شايفين في المشهد بتاعنا دلوقتي، فكل اللي هتعمله ان انت هتعمل سيلكت للكاميرا وتقول له كنترول اي،
ومجرد ما تضغط كنترول A الكاميرا اتريبيوت ستظهر قدامك. هتنزل لتحت كده بالماوس وتقول له Object Display، ومن الأوبجكت ديسبلاي هتلاقي حاجة اسمها لوكيتور سكيل، وتقول له كبر لي اللوكيتور سكيل من 1 خليه لي 30. محدش يعمل سكيل اطلاقا للكاميرا، يعني محدش يمسك الكاميرا كده ويبتدي يعمل لها سكيل. ليه؟ لان ده هيبوظ لك من البارامتر اللي احنا هنتكلم عليها قدام بالتفصيل مع بعض. خلينا نتعود من دلوقتي ان احنا لما نعوز نكبر حجم الكاميرا ندخل على الاتريبيوت اديتور اوبجكت ديسبلاي ونبتدي نقول له لوكيتور سكيل ونكبره. بعد كده انا محتاج اشوف بعين الكاميرا بتاعتي. كل اللي هعمله ان انا هروح للسايد فيو اللي انا عارف ان انا مش هستخدمه، او انا اعتقد لو ضغطت 4 انا ممكن استخدم السايد فيو عشان احط الاضاءات، فابتدي اروح للفرونت فيو اضغط 4 واقول له دخلني على بانلز، ومن بانلز برسبكتيف، ومن برسبكتيف كاميرا. وبكده انا بقيت شايف بعين الكاميرا بتاعتي. هبتدي اعمل بان فيو للكاميرا شويه. بعد كده هقول له فعل لي الريزوليوشن جيت، والريزوليوشن جيت ده بيجيب لي المشهد اللي هيترندر. وبكده انا جهزت المشهد بتاعي. انا طبعا برجع الكاميرا بتاعتي لورا شويه عن طريق الالت رايت كليك، وابتدي اسحب لجوه يعمل لي زوم ان، اسحب لبره يعمل لي زوم اوت. وبكده انا جهزت المشهد بتاعي. لكن عشان اخلي الموضوع انترستنج شويه واكتر اثاره، هبتدي احط فيه زي بلوكايه صغيره لكنبه. هبتدي احط الكنبه دي ازاي؟ اولا هدخل على فايل وهدخل على الامبورت اوبشن بالطريقه دي، وابتدي اقول له ان اي بلوك بتنزل في المشهد عندي عايز اعمل لها جروب، وابتدي اقول له سيف اند كلوز. وبكده انا ضمنت ان انا لو حطيت اي بلوك عندي في المشهد هتنزل جروبد، مش هتنزل متبعتره. انا هديكم بلوك او هنزل لكم بلوك في الديسكريبشن هتقدروا تشوفوه او هتقدروا تنزلوه من اليوتيوب. كل اللي هعمله ان انا هسحب البلوك ده ارميه في الماي عندي واستنى الفايل بتاعي يعمل لود. وبكده انا قدرت انزل البلوك. اي رساله فيها وورنينج ما فيهاش مشكله. كل اللي انت هتعمله ان انت هتقول له اقفل لي الوورنينج ده، هات لي البلوك. هبتدي اضغط سهم لفوق في الكيبورد عندي عشان اعمل سيلكت للجروب بالكامل، واقول له رجع لي البلوك ده لورا كده شويه بالشكل ده. وهروح برضو للسايد فيو اقول له ارفع لي البلوك لفوق شويه بدل ما هو داخل جوه المشهد بالطريقه دي. تعالوا كده نقول له اعمل لنا ريندر او ورينا نتيجه الريندر دلوقتي. هبتدي اقول له ارنولد، ومن ارنولد اقول له اعمل لي عمليه الريندر بتاعي بالشكل ده. وهعمل كمان شويه تعديلات على الريندر فيو. هدخل على ويندو اقول له شو ريندر تايل، يعني وريني وانت بترندر المربعات بتاعت الريندر، وكمان هتاكد ان انا مختار الكاميرا شيب. وبعد كده هدخل على ريندرر اقول له سيف يو اي ثريدز، واقول له اختار لي 3. وسيف يو اي ثريدز دي بتديني امكانيه ان انا اتحكم في كام ثريد من البروسيسور هيستخدم في عمليه الريندر. لما اعمل سيف لثلاثة ثريدز بيساعدوني ان انا اتحكم في الفيو بورت بسهوله. طب بما اني فاتح الريندر كده، وزي ما احنا شايفين ان نتيجة الريندر بتاعنا مظلمة بالكامل، تعالوا نبتدي نضيف اضاءة. هنضيف الاضاءة دي ازاي؟ ابتدي اقول له ارنولد، ومن ارنولد هقول له لايت، واختار الاريا لايت اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت واضغط عليها كليك. زي ما احنا شايفين لما ضفنا الاريا لايت لسه المشهد مظلم، فبالتالي همسك الاريا لايت بتاعتي واقول له كبرها لي كده شوية، واقول له كمان اعمل لي ليها روتيت. هكبر البرسبكتيف فيو كده الاول واقول له اعمل لي ليها روتيت. طبعا انا عايز اعمل لها روتيت 90 درجه، فبالتالي هضغط حرف الجي وابتدي اعمل روتيت او انجل روتيشن. ممكن دلوقتي امسك وانا وماسك الاريا لايت بتاعي، تعالى ننقل كده الريندر بتاعنا يمين شويه، ابتدي اقول له زود لي الاكسبوجر بتاعه شويه. طبعا زودته لغايه 5 مش كفايه، انا من الناس اللي هي بتحب توصل لاقصى اضاءه وبعد كده تبتدي تقللها تدريجيا، فانا بالتالي هقول له خليه الاكسبوجر بتاعي 20 واقول له انتر. هبتدي الاحظ ان المشهد بتاعي ابتدى ينور، واتجاه الاضاءه بتاعتي في اتجاه السهم بتاع الاريا لايت. لكن انا مش عايز الاريا لايت يبقى في مكانها ده، انا عايز الاريا لايت دي تبقى على الشباك. فبالتالي هقول له اقفل لي الريندر وادوس سبيس، استعين بحاجه زي السايد فيو، وابتدي اقول له انقل الاريا لايت للمنطقه دي،
واقول له اعمل لي ليها سكيل لغايه ما تبقى قد الشباك بالظبط. بالطريقة دي كده. بعد كده ممكن استعين بالتوب فيو واقول له رجع لي الشباك ده لورا شوية في مكانه. ممكن كمان اجيب الاضاءة دي على الشباك التاني عشان اعمل عليها التست اللي هي قريب من كادر الكاميرا. بعد كده هبتدي اقول له اعمل لي ريندر. طبعا انا ملاحظ ان الاضاءة بتاعتي عالية اكتر من اللازم، وانا وماسك كده مصدر الضوء هبتدي اقول له دخلني على الاتريبيوت وخليلي الاضاءة بتاعتي بدل ما هي 20 حولها لي مثلا ل15. اعتقد ان 15 مظلمة اكتر من اللازم، هبتدي احركها كده مانيوال. اعتقد ان الاضاءة مظبوطة عند 18، لان انا هعمل حسابي ان انا هعمل كوبي للاضاءة دي على الشباك التاني. هبتدي اضغط كنترول دي وانقل الاضاءة بتاعتي على الشباك التاني، وممكن اعمل كمان تيست ريندر اخير. اعتقد ان اضاءة المشهد بتاعتي مظبوطة. لو انت حابب انك تدي ماتيريال موحدة او تستخدم ارنولد ماتيريال تديها للمشهد بالكامل، كل اللي انت هتعمله ان انت هتقفل الريندر، هتفتح الهايبر شيدر بالشكل ده وهتستناه يعمل لود، وهبتدي اقول له اعمل لي ارنولد ماتيريال، او طبعا هضغط تاب واقول له AI ستاندرد سيرفيس واضغط عليها كليك، وابتدي اعلم على كل الاوبجكتس اللي عندي في المشهد، وأعلم على الماتيريال بتاعتي وأقول له رايت كليك أساين ماتيريال تو فيو بورد سيلكشن. طبعا أنا مش عايز الماتيريال بتاعتي يبقى لونها أبيض، فبالتالي هقول له خلي لي الكالر بتاعي كده قريب من الجراي، ومش عايز أي ريفليكشن في الماتيريال بتاعتي، فبالتالي هقول له خلي لي الويت بتاع السبيكلر زيرو وهضغط انتر، وبكده هقدر أقول له اعمل لي ريندر أخير واستنى الريندر بتاعي يخلص. ودي كانت نتيجة الرندر بتاعنا. لو حابب انك تزود الاضاءة موضوعها بسيط، كل اللي انت هتمسكه ان انت تمسك الاريا لايت وتخليها مثلا 19. اعتقد ان الاضاءة كده افضل. وبكده هنبقى عملنا التاسك اللي مطلوب مننا. لازم يا جماعة تعملوا التاسك ده وتنزلوا النتائج بتاعتكم على الجروب علشان نقدر نشوف الاستفادة اللي احنا بنوصل بيها من الكورس، وعشان اقدر اعمل لكم كل التعديلات اللي انتم محتاجينها قبل ما ندخل على المرحلة اللي بعدها. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، ما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لكم فيديوهاتنا في اقرب فرصة.